ما عنديش باش نخلصها، انا تنبيع غير زيكس، زيكس ما كافينيش. تنطلب الله منكم تعاونوني، الله يرحم ليكم الوالدي. 12 مليون 12 مليون لا ما مشيتش للبنكة، بنتي اللي قالت لي هكا، واحد كانت دايره بنتها، لا انايا ما مشيتش للبنكة. ما حدا عندي 66 عام، عندي 66 عام وما قبلونيش وما عنديش باش نخلص. نطلب الله منكم تعاونوني، الله يكثر خيركم. انا غنبقى غير في الزنقه، والله الا الزنقه فين غنبقى. تيتسني 3 شهور ديال الكرادات، دابا كريانه وبنتها انت غتمشي وتشوف فين. تيتسني 3 شهور كريم 13000 ريال، 3 شهور تتسني دابا ديالك. انا قلت دويت مع مولا الدار، قلت لها علاش ديت الفطرات نعطيك الفلوس، لا تعاونوا معايا الناس وعطوني الفطرات. وساعدتني ولا هي كل ما قلتش لها هكاك غتخرج تنخلص لي الكراب. تعاونوني الناس، دابا ما بقاوش يعاونوني هاد الساعه، الله يكون في العوان. دابا 3 شهور تتسني الكراب، لا تعاونوا معايا تنخلص، ما تعاونوش لا. 300 دير كاع 300 ريال في النهار، خصني نخلص الماء والضوء، وخصني المعيشه والكرا. الدري عندي مريض ما خدامش، عنده 43 عام، مريض عقلي، عنده مرض العقل، مريض في راسه، يشرب الدواء ولا لا يشرب الدواء. دابا الاستفاده ديالتي انا ما عنديش باش نخلصها، الا ما خلصتهاش ما غاديش نشدها. الحاله ديال هذه السيده راه كما شتي، الله يحسن العوان، كتبيع الحمص والجيكس، يلاه كتقلب على ما تاكل. دابا حاليا مني خرجت من الدار دي، حاليا دابا مني خرجت من الدار هنا هذه اللي غتستافد فيها، خرجت منها دابا حاليا اقسم بالله الا كاريه بواحد البيت ب 500 درهم ما عندهاش، سبحان الله العظيم ما عندهاش حتى باش تخلص داك الكلام. والله العظيم لها المحسنين كيتعاونوا معاها وكيعطيوها ما تاكل، يعطيوها الناس ديال الدرب والناس ديال الاستفاده. دابا اللي كنطلبوا دابا الاستفاده اللي كنطلبوا هي كنطلبوا الله ولا المحسنين اللي يتعاونوا مع هذه المراه، يتعاونوا معها شخصيا. الله يرحم الوالدين، وشكرا خويا، الله يحفظكم، الله يحفظكم، شكرا.